بيكو. طيب كابتن هيثم اكيد لو هنبدا بقى معاهم طبعا احنا يعني يمكن هو السؤال الابرز اللي احنا عايزين نفتحه هي غيابات فلامينجو، لانه كنا بنتكلم في دردشه معاكم قبل الهوا على الغيابات، ولسه حتى الان احنا امبارح كنا قلنا ان هو جهاز فني، ولكن انتوا عندكم جديد بخصوص هذا الموضوع، يعني ابتدي معاك يا جيلبرتو. يمكن اول اثنين في مؤكد دلوقتي الاصابه اللي اعلنوا من فتره، فليب لويس و ليو بيريرا. ليو بيريرا ده كان لاعب اساسي المباراه اللي فاتت، اعتقد يعني لاعب اساسي، وكان اتبدل بعد الطرد بين الشوطين لما المدرب كان كان عايز يعني يعدل في طريقه اللعب بعد الطرد بتاع جيرسون في ركله الجزاء بتاعه الهلال السعودي. فليب لويس غايب للاصابه. فليب لويس كان هو ما ابتداش يعني المباراه اللي فاتت، بس فليب لويس اسمه يعني كبير معروف بالنسبه لنا. يعني الفكره كلها الثلاث بطاقات اللي الحكم طلعهم في نهايه المباراه، ده اللي عليهم جدل، لان ما بين مش عارفين هل هم جهاز فني واداري ولا هم لعيبه. بعض التقارير بتقول ان هم ثلاث لعيبه، منهم النجم طبعا باربوسا او جابي جول زي ما هو متعارف. في ناس بتقول كده، ده تقرير ما فيش حاجه رسمي، وفي اقاويل بتقول لا ده والله هو طلع الكروت لجهاز اداري، لان طبعا معنا محمد سعيد من الناس اللي ليها مصادر قويه جدا جوه الفيفا والكاف وبنتعلم يعني فاهم، نخش معاه ملك الانفرادات لا بنتعلم بنتعلم منه كتير يعني. ف موقع الفيفا نفسه مش كاتب الثلاث بطاقات دول مش غريبين، هاي غريبه لان ومش واضح ليه يعني اشر انت شايف ده غريب. الكلام ايمن طبعا مبهمه جدا، يعني احنا وانا وايمن حتى مدردش وقعدنا نشوف الابديت على الفيفا، الثلاث كروت معمول التايمنج بتاعهم بس توقيت الكروت الحمراء من غير اي داتا او بيانات كما جرت العاده، عشان حتى النادي الاهلي حقه الفني انه يستعد ويعرف طبعا غيابات الفريق المنافس. انا بالنسبه له برضو انا كتاب مفتوح، معروف مين غايب للاصابه، معروف مين غايب لو معاه انذارات، فانا ما عنديش اي فكره عن المنافس بتاعي. طبعا غريبه جدا فيفا حتى الان لم يعلن عن. طب يوجوالي هم بيعلنوا ازاي عن الغيابات؟ هي في لينك كده بيبقى في موقع الفيفا اللي هي بتبقى حاجه زي العقوبات او الايقافات في المباريات اللي فاتت، كان قبل كل مباراه اللينك ده بيبقى موجود يقول لك مثلا قبل كل المباراه بقد ايه؟ انا ساعات بيبقى يومها يوم يعني قبل المباراه بيوم ويقول لك بلايرز ابديت او بلايرز تو مس، اللعيبه اللي مش هتلعب للاصابه او لتعدد الانذارات او للطرد المباشر. طيب يعني لحد دلوقتي احنا لحد قبل ما اجي ما كانش في يوم المباراه يعتبر الساعات الاولى من صباح اليوم المباراه. يصل حاولت اسال بس بعيدا بقى عن التقارير الخاصه بالفيفا، حاولت اسال ان الحكم الرابع في المباراه كان مصطفى غربال الحكم الجزائري، سالت صديق جزائري يتواصل مع الاطقم التحكيميه اللي ممكن يعرف منهم الاسماء الغيابات، ففوجئت قال لي لا ده الكروت الحمراء كانت اعتراضات من الجهاز الفني فخرجت الكارت الاحمر لثلاثه نكفت انه جهاز مش لعيب خرجت لثلاثه من اللايف سكور. يعني هي الجدل ليه مع برضه أيوة عشان الناس ما نقولش الناس معلومه وان هي الجدل حصل في حاجتين، ان مش مكتوب اسامي ولا حتى في السكور شيت بعد الماتش، يعني بالزبط. مكتوب ان بيدرو مثلا اللي هو جاب الجونين بتوع هي دي ثلاثه بلاير فروم فلامينجو از ريد كاردد يعني هو كاتب بلاير وكاتب بلاير، هو ده الجدل جه من هنا وفي الشيت نفسه بتاع الماتش لو بتعمله داونلود من فيفا مش مكتوب الصفه مش يعني مش محطوط جنب اللعيبه، فده ممكن نقول عشان بعد المباراه التايم 90 بلس 8 يعني كل بعد المباراه بعد المباراه فكده برضه فهي دي جدل، لان بقول لك الثلاث اسامي اللي بنتكلم عليهم. طب انت ترجح ايه؟ يعني انت سيبك بقى من كل الكلام ده وانتوا الاثنين ترجحوا يعني انا ارجح ان لحد دلوقتي هم جهاز اداري، يعني ما اقدرش اقول ان هم لعيبه.